السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي. رجعت لكم بسرعة لأن اللعبة سوت غلط بسيط أو ما أدري صار جلتش ولا شيء. مثل ما تعرفوا نزلت تحديات الفالنتاين أو تحديات يوم الحب ما أدري شو، وشرحت التحديات اللي نزلت وبحط لك الرابط في الكومنت المثبت وبتطلع لك بطاقة فوق. لو ما شفت الشرح ارجع وشوف الشرح الكامل عشان تفهم التحديات. طيب، ونفرض أنك شفت الشرح ورحت تسوي المهمات، راح تلاحظ أن اللعبة نزلت تحديات جديدة. ما ادري ايش اللي صار بس شكل التحديات نفس ما قلت لكم كانت مقلشه. ما في اي مشكله، خلونا نشرح التحديات المجانيه ونفهم كل شيء. في البدايه في صفحه التحديات راح تشوف نجمه باتل باس وجنبها على طول التحدي، وكاتبين لك لو انك خلصت 13 تحدي من تحديات الفالنتاين المجانيه راح تاخذ باتل باس السيزون الثامن مجانا. ديم الحين في 5 تحديات نزلت، ومثل ما تشوفوا في الايام الجايه راح تنزل باقي التحديات وبشرح لكم طبعا. ولما تخلص 13 راح تاخذ الباتل باس للسيزون الثامن. المهم في 5 موجودين الحين، ونشوف اول واحد منهم واللي محطوط انك راح تاخذ 500 اكس بي لو خلصته. مطلوب منك تجمع عملات في طور الكرياتيف. اللي ما يعرف ايش السالفه او كيف يسوي هالشيء روح للوصف او الكومنت المثبت وبتلاقي رابط المقطع اللي شرحت فيه هالشيء. وبعد على طول التحدي الثاني، وهو اللي نزلت اللعبه من شوي وكمان عليه 500 اكس بي، ومكتوب قم باحداث ضرر او تدمج اللاعبين بمجموع 500 باستخدام الرشاشات والمسدسات. الرشاشات اللي هي السريعه، السكار العادي والكاتم، والام 16. هذول هم الرشاشات المطلوبه. والمسدسات في كثير، البستل العادي، البستل الكاتم، الهاند كانون او الديجل اللي ضعفوه، وعندك الدبل بستول، وكمان اخر مسدس نزل السكوب ريفولفر. ان شاء الله ما اكون نسيت شيء. ادخل لاي مود سولو دو او سكواد او تيم رامبل ودمج مجموع 500 ضد اللاعبين وتكون خلصت التحدي. اما اللي بعد التحدي شرحته في الفيديو اللي قبل هذا، هم فتح صناديق عاديه او صناديق الذخيره في الموتل او في باركنج الباصات، واللي شفتكم اماكنهم بالضبط. التحدي اللي بعده واللي عليه لون، راح تاخذ لون مميز لو خلصت التحدي هذا. المطلوب انك تلعب 3 جيم دو مع واحد انت ضايفه مع واحد من اصدقائك. العب مع 3 جيم دو ولازم توصل للتوب 15، يعني ظلوا عايشين لاطول فتره ووصلوا للتوب 15 3 مرات وراح تخلصوا التحدي. اخر تحدي هو تحدي جديد نزلت اللعبه من شوي. المطلوب انك تهيل باستخدام الكام فاير او النار 3 مرات في ايام مختلفه، يعني بتحتاج 3 ايام وكل جيم تستخدم النار او الكام فاير مره وتهيل منها. ولو ان هيلثك فل اقفز من مكان عالي ودمج نفسك وهيل من النار وتكون خلصت التحدي 3 مرات، مره في كل جيم مختلف، وتقدر من النار العاديه او النار اللي تلاقيها في الخريطه. ان شاء الله يكون كل شيء واضح الحين. لا تنسوا اللايك على المقطع، وراح انزل مقطع يمكن اليوم او يمكن بكره بيكون في شرح كامل للتحديث الجديد، كل التغييرات اللي صارت وكل شيء جديد. فاشتركوا وفعلوا الجرس عشان ما تفوتوا مقطع، وان شاء الله ما قصر معكم ابدا. لا تنسوا كود المتجر سيو لو حابين تدعموني، خصوصا هالفتره ان اللعبه ضاعفت الدعم 4 مرات من كود المتجر، فاي واحد يدعم بيكون شيء اسطوري مره. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.